بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في فرح أخينا محمد حسنين على ابنة الدكتور علاء بكر. ندعو للعروسين ونقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أو على خير، ونبارك لأسرتيهما ونقول لهما جعل الله أيامكما كلها أفراح. نبدأ بخير الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بِرَادِّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين وأهنئ العروسين مرة أخرى وأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية نشكر أخانا الأخ أحمد إسماعيل على تلك القراءة الطيبة والتي كانت خير استهلال لحفلنا الليلة حيث نبدأ في بناء بيت جديد ولبنة جديدة توضع في صرح الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في هذه الأرض آيات ينبغي أن نقف أمامها ونتفكر وألا تمر علينا مرور الكرام فربنا سبحانه وتعالى ما جعل التزاوج
هكذا بلا ضوابط، وإنما جعله بشروط وضوابط ينبغي على كل إنسان أن يتفكر في أسبابها. فهو عز من قائل يقول في كتابه العزيز في سورة الروم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذا الزواج ينبغي أن نقف ونتفكر لماذا شرع بداية الزواج، ثم ما الضوابط التي ينبغي أن تتوافر في هذا الزواج. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه السنة، سنة الزواج، حتى تعمر الأرض بآدم عليه الصلاة والسلام، ثم بذريته، حتى يقفوا وجها لوجه أمام عدوهم الأول الشيطان الرجيم. ربنا سبحانه وتعالى جعل من آدم أو جعل لآدم ذرية، وكذلك جعل لهذا اللعين ذرية، وهم يستقطبون من يستقطبون، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى ندعو إلى الله سبحانه وتعالى من ندعو، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه ولو كره الكافرون. رسولنا صلى الله عليه وسلم حين وضع الضوابط لمن أراد أن يتزوج لم يترك الأمر على علته، وإنما حين أمر الشباب أن يتزوج أمره بأن يبحث عن أشياء معينة، وحين أمر الفتيات أن تتزوج أمرهن أيضا بأشياء معينة. فهو صلى الله عليه وسلم القائل لأولياء الأمور الذين يأتيهم الشاب ليتزوج، قال لهم صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فبدأ بالدين ثم الخلق، وعندما أمر الشباب أن يبحث لمن أراد أن يبحث عن زوجة، وحين أمر الشباب أن يبحث عن الزوجة قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. وقال: تنكح المرأة لأربع، أربع أشياء ينبغي على كل مسلم إذا أراد أن يتزوج ألا يخرج من إطارهن، من إطار تلك المرأة التي تتصف بأربع صفات يبحث فيها عن صفة أولى، وإذا توافرت بقية الصفات فهذا خير من الله سبحانه وتعالى وفضل كبير. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أولا تبحث عن المرأة ذات الدين، لأنها أساس لبيت ستبنيه، فإن لم تكن ذات دين فلا تلومن إلا نفسك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا كرجال وكنساء وضع الأسس التي يختار كل واحد فينا الآخر عليها. وبفضل الله سبحانه وتعالى ومن فضله ومنته علينا
أن نلتقي في مكان كهذا المكان. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا هذا أمر حاصل لا محالة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فنحن الآن في مجلس يذكرنا الله سبحانه وتعالى فيه في الملأ الأعلى. ناهيك عما يحدث في الخارج، فأنت تسمع ما تسمع من صخب ومن غناء ومن اختلاط بين الرجال والنساء، وما يحدث جراء هذه الأمور من معاصي بداية لله عز وجل، ثم من وقوع أخطاء شرعية، ثم قد ينتهي الأمر بعراك بين أصحاب الفرح. ولكننا بفضل الله سبحانه وتعالى نبني بيتنا على أساس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم أو والليلة، عروس الليلة ابنة أخ كريم كلنا يعرفه. هذا الأخ قد عاشرته معاشرة فعلية مدة أكثر من 24 سنة، ولنقل 24 عاما، فهو والد بنات أختي، فأنا خال بناته وخال أبنائه. مدة الربع قرن هذه ما رأيت من هذا الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى إلا كل خير. أخونا الدكتور علاء الدين كمال بكر أخ فاضل، أظن أن جميع الإخوة في الدعوة السلفية يعرفونه تمام المعرفة. وعريس الليلة مش الدكتور عبد الرحمن علي الدين، لا ده واحد تاني. وعريس الليلة أخونا الأخ محمد حسنين، أخ من الإخوة الذين لا نزكيه مع الله سبحانه وتعالى ونحسبه على خير، ونحسب أن هذا البيت إن شاء الله سيكون بيتا طيبا يجمع بين أركانه أسرة طيبة إن شاء الله تصير أو تتربى في طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى أمر الله عز وجل. ونبدأ أول ما نبدأ بأخ جليل عظيم في القدر، وليس في مش بنفخك يا دكتور، لا بأخ يعني أنا شخصيا أحبه في الله، أخونا الدكتور عبد الرحمن علاء الدين، يعني من الإخوة اللي لهم باع طويل في الدعوة. خلص يعني أنجز يعني طيب ماشي. أخونا الدكتور عبد الرحمن علاء الدين فله الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فذكر أخونا أحمد غزال جزاه الله خيرا عن شيخنا أستاذنا الدكتور علاء بكر ما هو إن شاء الله تعالى له بأهل، وكذلك أخونا محمد حسنين، وهؤلاء إخوة من أحب الإخوة إلى قلبي شخصيا وإلى قلب جميع الإخوة الذين يعرفونهم لا يذكرون لهم إلا مواقف كلها خير، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لهم عاقبة خير، اللهم أمين يا رب العالمين. أذكر إخوتي الكرام بشيء دائما أتذكره كلما يعني جاءت مناسبة زواج، وهذا الشيء هو
البركة وأسبابها، البركة وأسبابها، خاصة وأننا جميعا الآن في عصرنا وقبل عصرنا نلتمسها، نلتمس البركة. كلنا يبحث عن يعني استقرار للخير عنده، كل يبحث عن استقرار في المال، كل يبحث عن استقرار في حياته الزوجية، كل يبحث عن استقرار في بيته، كل يبحث عن استقرار في أبنائه، استقرار في أبنائه، يتمنى أن لو كان أبنائه أحسن حالا أبرك من ذلك. هذه البركة من أسبابها أو من أقوى أسبابها العمل فيها بطاعة الله تبارك وتعالى، العمل فيها بطاعة الله تبارك وتعالى. أنا هقول سببين اثنين بس، وإلا فالبركة لها أسباب. البركة اللي احنا بنفتقدها الآن، كل الناس نعيش في معادلة صعبة، صعبة من جهة انه كثير من الناس مش عارف يعني فين المشكلة بالضبط. مال موجود ومتوفر، وما تقوليش في يعني نقص في الأحوال المادية والأحوال المادية تعبانة، لا لا لا، في مال بكثرة، أكثر بكثير مما كان في عصر سابق. يعني الناس اللي عايشين من 30 سنة المال الآن أكثر، الماديات المتوفرة عند الناس أكثر، بدليل السيارات أكثر، الترف عوامله وصوره أكثر. لو تشوف المحلات في شارع من الشوارع أو في منطقة من المناطق، المحلات التي تبيع الأشياء الترفيهية أكثر من المحلات التي تبيع الأشياء الضرورية، فمن حيث الكثرة أكثر، الناس أكثر كعدد أكثر. لكن المشكلة فين؟ نقصان في البركة في الأشياء. البركة هي زيادة الخير في الشيء ونماؤه وثباته، وثباته. فلو زاد الخير بس ما تبقاش بركة، حتى يثبت هذا الخير. إذا زاد الخير وثبت استقر، هي دي البركة. ولذلك دائما تجد الدعوات اللي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في مثل هذه الأحوال. كلنا بناكل، كلنا بناكل وبناكل كميات لا بأس بها، لكن الصحة فين؟ هو دي البركة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أكل الواحد منا أن يدعو بالبركة، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، يدعو بالبركة. ليه؟ لأنك لو بحثت عن نوعيات الأكل في زماننا هذا، وبحثت عن نوعيات الأكل في الأزمنة السابقة، لوجدت النوعيات الآن أكثر تنوعا وأسماء من الأزمنة السابقة. ولكن أين البركة؟ البركة هي أن يكون هذا الطعام له أثر ثابت ونماء في الصحة وفي البدن، هي دي البركة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. أيضا كذلك الرجل إذا أراد أن يتزوج، الدعاء له بالبركة، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، يدعو بالبركة. ليه؟ لأن الزواج هذا هو أكثر مرحلة يحتاج فيها الرجل والمرأة إلى البركة. البيت محتاج للبركة، محتاج للبركة في أحواله المادية، محتاج للبركة في أحواله الصحية، محتاج للبركة فيما يؤتيه الله تبارك وتعالى هذا البيت من الأبناء، محتاجين للبركة. البركة هي من أكثر الأشياء التي نقصت ببعد الناس عن كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. دي فعلا من ضمن الحاجات التي نستشعرها. ولذلك الواحد الناس تبص تقول المال أكثر من السابق، والموجود أكثر، والعروض أكثر، لكن فين البركة؟ فين البركة؟ لأن قل في الناس ذكر الله تبارك وتعالى، قل في الناس ذكر الله تبارك وتعالى، سواء كان لأنفسهم أو كان لغيرهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يعني يحضر إلى وليمة أو إلى طعام مثلا عند أحد من الناس، كان يدعو لهم بعد ذلك بالبركة،
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. فكان يدعو بالبركة. الآن يعني احنا للأسف الشديد قل هذا الجانب عندنا، ان كثير من الناس يرى ما عليه الآخرون من النعم فلا يبركون لهم، ها؟ لا يبركون لهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى، يعني في الحديث معنى، إذا رأى أحدكم الخير في الشيء فليبرك، يقول ما شاء الله تبارك الله. لماذا؟ حتى يبارك الله في هذا الشيء اللي مش بتاعك، اللي مش بتاعك. ودي حاجة أنا أتمنى أن احنا تبقى بيننا كخلق، كخلق تمني الخير للآخرين، تمني الخير للآخرين فيما عندهم فليبرك، حتى ولو في الشيء ده يعجبك سواء بتاعك أو بتاع غيرك. ومش شرط يكون الشيء ده فلوس، احنا فاكرين ان البركة دي في الفلوس، لا، البركة في المال وفي الصحة وفي الولد وفي كل حاجة. ولذلك الواحد إذا رأى ما يعجبه في الشيء، أي شيء في بيته، يشوف حاجة كويسة، ما هي بتاعتك، هتحسدها معقول؟ أيوة تحسدها. ابنك تشوف فيه صحة جيدة، تشوف فيه صورة جميلة، تحسده معقول؟ ده ابنك، تحسده، تحسده. ولذلك إذا رأيت الخير في أي شيء، في ابنك، في زوجتك، في شيء تملكه، تملكه، لابد أن تبرك عليه، تقول ما شاء الله تبارك الله، يحفظه الله تبارك وتعالى. وإلا ممكن أنت تحسده، حتى ولو كان في أبنائك، حتى ولو كان في أبنائك، حتى لو كان في مالك، حتى ولو كان في مالك. لأن البركة كما ذكرت تكون في، تكون في الأرض، وتكون في الزمان، وتكون في المكان. تكون في الزمان، تكون كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني العشر الأوائل من شهر ذي الحجة اللي انتهت قريبا. طيب واحد ذي الحجة يفرق إيه عن 30 ذي القعدة؟ ده يوم وده يوم. يفرق إيه عن أول شوال؟ يفرق إيه عن ربيع الأول؟ ده يوم وده يوم، لكن هذا اليوم فيه بركة، إن الأعمال الصالحة فيه مرتفعة في الأجر. ده في الزمان، وممكن تبقى البركة في المكان، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ده مش أرض، أرض، واللي جنبيه جنب المدينة ده مش أرض، أرض. إيه الفرق بين دي ودي؟ هذه فيها بركة، إن العمل الصلاة فيها بألف، ألف، تصور. تعرف ألف دي يعني إيه؟ يعني لو قعدت سنة تصلي الخمس صلوات في المسجد النبوي كأنك عشت 1000 سنة فيما سواه من المساجد. 1000 سنة، حاجة فارق عظيم. إذن البركة دي تكون في الزمان، وتكون في المكان، وتكون في الأشخاص، كما قال الله تبارك وتعالى في أبناء يعقوب، وباركنا عليه وعلى إسحاق. يبقى بارك الله في الشخص نفسه. طبعا بارك الله في الشخص نفسه. ألا ترى إن ممكن إنسان يؤدي دور لا يؤديه 100 إنسان؟ ممكن جدا. ده كتير قوي قوي يعني. ده شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عاش قد إيه في الدنيا؟ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى 23 سنة، من عمره 63، 23 سنة. شوف عمل فيها إيه صلى الله عليه وسلم. يعني لو قعدت تحكي يوميات وأحداث ممكن تقعد الفترة دي كلها تحكيها، مش تعملها بس. شوف أبو بكر الصديق، لو قلت هذا رسول، هذا أبو بكر الصديق، كم كانت فترته، كم كانت فترة حكمه للناس، خلافته؟ وقت قليل جدا بالنسبة لأعمارنا. شوف هو عمل ايه، شوف عمر، شوف الخلافة الراشدة كلها لو تساوي 30 سنة، شوف عملت ايه في الدنيا. فالبركة تكون في الأوقات، وتكون في الأشخاص. محتاجون إلى هذه البركة غاية الاحتياج. أول سبب العمل بطاعة الله تعالى عشان تحصل على هذه البركة. الشيء الثاني الدعاء. احنا قلنا الدعاء، يعني كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عند الطعام، ويدعو للزواج، ويدعو، هذا الدعاء شيء لازم، لازم، لازم في
كسبب أساس من أسباب البركة. ومن أعظم أسباب البركة طاعة الله تبارك وتعالى. أي عمل من الأعمال عاوزه يبقى فيه خير وينمو ويزداد أقمه على دين الله. شوف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولوا لك اعمل ايه في العمل ده، هو ده سبب أساس في البركة. لا يغرك بقى كثرته ولا ترتيبه ولا أبدا. أي عمل عاوز يبارك لك فيه اعمل فيه بطاعة الله تبارك وتعالى. وأنا أذكر بس قول واحد بس في هذا، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب يقول ما يعني تعرضت إلى أمر يعني موضوع كبير قوي فأعددت له خيرا من طاعة الله تعالى. يعني مفيش يعني مدلهمة كما يقولون تحيط به فيعد لها شيئا أعظم من طاعة الله تبارك وتعالى. عاوز أي موضوع يمشي يعني ترضى فيه اعمل فيه بطاعة الله تبارك وتعالى. عاوز تتزوج شوف ربنا سبحانه وتعالى أمرك بإيه وشوف النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بإيه، اعمل بيه حتفوز. مش هقول لك هتكتر أموالك ولا هتعمل ثروات ولا هيبقى عندك وعندك، لا تفوز. والفوز هذا في الدنيا وفي الآخرة أعظم. أي عاوز تتزوج، عاوز تربي أولادك، عاوز تعلمهم وتدخلهم مدارس، تدخلهم إنجليزي ولا فرنساوي، شوف طاعة الله تبارك وتعالى فين، وشوف هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فين، هو ده الفوز فيه. إذن يعني ذكرت عاملين فقط. العامل الأول دعاء الله تبارك وتعالى والارتباط بالله. يبارك الله تبارك وتعالى لك في أي أمر من الأمور. الشيء الثاني هو العمل بطاعة الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى بهذه المناسبة أن يعني ندعو بقى للعرسين أن يبارك الله لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي وأسلم على خير نبينا وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكلمة الآن لأخ فاضل حبيب كلنا نحبه في الله سبحانه وتعالى ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. لا كان لها علة برضه، كان لها علة دكتور، أنا قلتها كده عشان فيها علة برضه، هقول لحضرتك عليها بعدين. كان في سبب يعني. عبد الرحمن والله انا طب ماشي خير مفيش مشاكل. حفل الزواج اخينا محمد حسنين على ابنه اخينا الدكتور علاء الدين كمال باكر، صح كده دكتور؟ بس المشكله ان هو صغير يعني. والكلمه لاخينا الحبيب اخينا الفاضل الدكتور ياسر برهامي، صح كده ولا عايز بالظبط؟ ياسر حسين محمود برامي عشيش. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا هذه الشريعة العظيمة التي جعل الله عز وجل فيها التوازن بين كل حاجات الإنسان، بين حاجاته البدنية وحاجاته الروحية، بين دينه ودنياه، بين أسرته ومجتمعه. يحصل هذا التوازن بفضل الله سبحانه وتعالى لمن التزم ظاهرا وباطنا بالشرع، ولم يكن التزامه في الظاهر فقط ولكن كان من كل قلبه ممتثلا أمر الله، كما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما الالتزام المظهري فقط، إنسان يزعم أنه يلتزم بالشرع ثم هو يتعامل بما حرم الله عز وجل عليه، فلا بد أن يصيبه من المصائب ما ذكر الله عن المنافقين، حيث قال:
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ فهؤلاء المنافقون تصيبهم المصائب بما قدمت أيديهم، كما نرى كثيرا من ينتسب إلى الإسلام وهو يعين أعداء الله عز وجل ويقيم أمرهم وينصح لهم أعظم من نصيحته لأمته، بل هو لا ينصح للأمة بل يضع ثرواتها ومقدراتها في أيدي أعدائها. كم ممن ينتسب إلى الإسلام يفعل ذلك، وهذه أموال المسلمين قد خسرت بالمليارات من جراء التعامل بالربا. وكذلك أمر الشهوات، فمن يزعم الالتزام ثم هو بعد ذلك يريد نشر الفاحشة في الذين آمنوا ويسعى إلى وضع العقبات أمام الزواج وفتح الأبواب أمام الفجور، فلا بد أن يصيبه من المصائب والمحن ويصيب من اتبعه ورضي به وأقره من المصائب، وإن زعم أنه يريد الإحسان والتوفيق. ولا شك أن فتن الشهوات المغوية التي تطل على شباب المسلمين في كل مكان برأسها من أعظم أسباب الخطر الذي يأتي بالمصائب والمحن. ومن هنا كانت التوبة الصادقة إلى الله عز وجل والسعي في تحصيل أسباب العفة والطهارة والنقاء للشباب المسلم وتيسير أمر الزواج وتخطي العقبات والعراقيل التي توضع أمامه من أعظم ما نحافظ به على هويتنا الإسلامية ونحافظ به على شبابنا. وما زلنا والله نحاول أن نبث في إخواننا وأخواتنا تيسير أمر الزواج مع تعظيم أمر التقوى. يصعب جدا أن تتيسر الأمور مع من لا يتقي الله عز وجل، أعني لابد أن يكون هناك أمر مزدوج. نيسر الأمور فالزواج يعني لا يحتاج إلى كل هذه التكاليف التي يعني يحمل بها الشاب، وكذا والد الفتاة الأمر أيسر بكثير. وسيرى أخونا محمد حسنين وزوجه كيف أن معظم أثاث المنزل ليس له لزوم، وأن كل ما أتوا به هو أشياء من التحسينات ليست من الحاجيات. الحاجيات قليلة والضروريات معدودة، وأما التحسينات فهي أضعاف مضاعفة. ولا شك أنه لم يقصر وأخونا علاء لم يقصر، ولكن الحقيقة أن الأمر أيسر من ذلك، لكن لابد من التقوى، لأن الكل يخشى أنه إذا كان الأمر يسيرا كان الانفصال يسيرا، لم يكلفه كثيرا. ولكن التقوى هي العملة الصعبة النادرة التي إذا وجدها الإنسان فلا بد أن يستمسك بصاحبها وأن لا يفرط فيه مهما كان الأمر ومهما كان المقابل الذي يعني يدفعه في مقابلة الحرص على صاحب التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لشباب المسلمين أمر الزواج ولفتياتنا وأبنائنا وبناتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. أخونا الشيخ عبد المنعم الشحات ليدلي بدلوه في عرس الليلة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد،
فبداية نهنئ العروسين، أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وقد أثرت أن تكون الكلمة في هذا الفرح، حيث أنه فرح أخينا محمد حسنين على ابنة الدكتور علاء بكر. والدكتور علاء بكر كان من أول من سد فراغا في المكتبة الإسلامية السلفية المعاصرة فيما يعرف بجوانب الغزو الفكري أو نحوه. ومن ثم فأنا سأجعل هذه الكلمة تدور حول هذا الموضوع، وتحديدا فهذه الكلمة هي ملخص لأحد أهم الكتب التي تناولت الغزو الفكري، وهي رسالة الطريق إلى ثقافتنا للعلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى. هذه الرسالة عبارة عن مقدمة تحقيق لكتاب المتنبي، وذكر فيه ما ينبغي على الأديب أن يفعله إذا أراد أن يتذوق أدبا ما، ثم عرج على المستشرقين الذين كتبوا في آداب لغة لم يتعلموها منذ نعمة أظافرهم ولم يرضعوا لبانها، فجاء تقييمهم مشوها مبتورا. هذا إذا سلموا من الهوى وهم لا يسلمون، بل كلهم أهواء، وإنما بعثهم إلى بلاد المسلمين حقدهم وكراهيتهم للمسلمين ولعلومهم. من هنا ترك الأستاذ محمود شاكر قصة المتنبي وكتابه ليشرع في ذكر تاريخ الصراع الإسلامي النصراني، وليركز بدرجة أكبر على مرحلة الاستشراق ودوره. وإذا كنا نتكلم عن الغزو الفكري ونقول أو كل صور المواجهات مع الغرب تدور حول الاحتلال العسكري وحول التبشير وحول التشكيك وزعزعة الثوابت، فالأب الروحي لكل هذه الأسلحة هو الاستشراق، وهو الذي مهد الطريق أمام هذا كله. يقول الأستاذ محمود شاكر وبإيجاز أن الصراع بين الإسلام وأوروبا مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة الفتوح الإسلامية الأولى، وهذه حدث عنها ولا حرج، من اندهاش أوروبا إلى يومنا هذا. ولا تعجب إذا قرأت اليوم كتابات تصدر في أوروبا تقول أن فتوح المسلمين الأولى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين كانت بمعاونة من إبليس، وأن إبليس هو الذي مهد لهم طرق البر والبحر. مع كل التقدم العلمي الذي يزعمونه الآن، لا يزالون من الهول المفاجأة لا يملكون تفسيرا لأن يملك المسلمون كل هذه الممالك في تلك السنوات القليلة، إلا أن هذا كان بمساعدة من الجن والشياطين. خرج المسلمون وهم من قلب الجزيرة العربية بلا عدد ولا عدة ولا سابقة خبرة بقتال ولا حروب، فردوا الروم إلى أوروبا. وما أدراك ما رد الروم إلى أوروبا؟ إذا هنا تتشابك التاريخ مع الجغرافيا مع عوامل كثيرة لكي تفهم القضية. أوروبا قارة صغيرة جدا في المساحة، نصفها الشمالي مغطى بالثلوج معظم العام، فهي قارة صغيرة جدا قليلة الموارد، لا يزرع فيها إلا أنواع قليلة من الزروع، وفي فترة قصيرة جدا من العام ليس فيها مصادر طاقة ولا غيرها. في نهاية الأمر حتى في يومنا هذا الأوروبيون يحصلون على أجازات في شهور السنة الشديدة البرد من أجل شدة البرد، والشهر المشمس الوحيد يحصلون فيه على إجازات لكي يستمتعوا بالشمس. إذن أوروبا قارة
ضيقة بأهلها تماما. وكان الروم يعتبرون الشام ومصر هي الامتداد الذي يجني لهم الغلال والزروع والثمار، فكانت سلة الغذاء لأوروبا هي مصر والشام. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فما زالت هذه العقلية الأوروبية إلى يومنا هذا. الأوروبيون يريدون أوروبا لهم، وفي ذات الوقت يريدون من كل بلاد الأرض أن تعمل وتكد من أجلهم، بخلاف رسالة الإسلام، وليس الأمر في مجال تفصيل ذلك الآن لأنها رسالة للعالمين. وإذا فتحت بلدا صارت تلك البلد جزء من الدولة الإسلامية، وبالتالي اختلف الحال كثيرا عن الفتوحات الإسلامية عن تلك الغزوات الأوروبية أو غيرها. حصل أن المسلمين في المرحلة الأولى من مراحل الصراع ردوا الأوروبيين وحبسوهم في أوروبا، وهذا يمكن أن يسمى عليه حبسا بكل ما تعنيه الكلمة من معاني. ظل الأوروبيون من هول الصدمة أيضا يتهيبون أن يردوا، حتى ضاق بهم الحال جدا، وحتى ضاقت بهم أوروبا، فجاءوا في الحروب الصليبية الذي تمثل الحلقة الثانية من حلقات الصراع بين الإسلام والغرب. وإذا قلنا أن الحروب الصليبية امتدت قرنين من الزمان، نريد الآن الحروب الصليبية تذكر في كتب التاريخ ربما في سطرين أو صفحتين أو حتى في مجلدات، قرنين من الزمان صار ملخصهما جاء الصليبيون ورجعوا خائبين. إذن فلا تحكم على الواقع الذي تعيشه، لأن أعمار الأمم لا تقاس بالسنين ولا بعشرات السنين، وأقل ما تقاس به أحوال الأمم وأعمارها القرون. امتدت الحروب الصليبية قرنين من الزمان. لم يسعف الأمر الأستاذ محمود شاكر هنا لكي يفصل لنا في الأسباب التي مهدت لقدوم الصليبيين في الحروب الصليبية، وهي باختصار نفس الأسباب التي تتكرر عبر التاريخ من شيوع البدع وترك الأمة لعقيدة الولاء والبراء، وسيطرة الشيعة والصوفية على سواحل مصر والشام، وترك الجهاد في سبيل الله. وحينئذ عرف الصليبيون أن الطريق مفتوحا، وجاءوا حتى تولد من رحم أزمة الحروب الصليبية حركة تجديدية عسكرية وعلمية تمثلت في مدرسة عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين، ثم آتت أكلها على يد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وفي عصره انتهت فلول الصليبيين والتتار، ونعمت الأمة بآثار الصحوة التي خلفتها الحروب الصليبية. وكان من الآثار الجانبية للحروب التترية والصليبية أن فرت قبيلة من التركي المسلمين، من التتار المسلمين، فروا من أمام إخوانهم التتار الكفار، إخوانهم في النسب ولكنهم ليس بإخوان لهم في العقيدة، ففروا من أمامهم، لم يقدروا على مقاومتهم، وفي ذات الوقت لم يعاونوهم على إخوانهم في الدين، ثم سكنوا بلاد الأناضول، ثم بدأوا يكونون حرق جهادية كان من جرائها الدولة العثمانية التي توسعت في قلب القارة الأوروبية حتى فتحت القسطنطينية. كان فتح القسطنطينية بيمثل الحلقة الثالثة من حلقات الصراع. يقول الأستاذ محمود شاكر أن هذه الحلقة بالذات أشعرت أوروبا أن مصيرها مهدد تماما، وبدأت أوروبا تفيق من صحوتها. ومن هنا من فتح القسطنطينية بدأ الاستشراق كحركة جاسوسية بالمصطلح المعاصر، إلا أنها ليست جاسوسية ساذجة، ولكن حركة المقصود منها أن تجمع كل علوم المسلمين في الدين والدنيا وكل مصادر قوتهم، وبحيث يستفيد الغرب ما استطاع إلى ذلك سبيلا من مصادر القوة لدى المسلمين، ويحاولون إضعاف هذه الأسباب عند المسلمين. وجاء الاستشراق إلى بلاد المسلمين، وأخذوا يدرسون علوم الطب والفلك والهندسة والصناعة والزراعة جنبا إلى جنب مع علوم اللغة من نحو إلى بلاغة
إلى غيرها علوم القرآن وعلوم السنة لم يتركوا علما من علوم المسلمين إلا وضربوا فيه بسهم. ثم لما استفادت أوروبا من أثر هذه العلوم وبدأوا يكون لديهم قوة بدأوا في غزو بلاد المسلمين وبدأوا بأقصى الأطراف، وكالعادة دائما تجد أن الغزو يبتدئ من الأطراف. فقديما بدأوا بالهند في حروب الاستعمار الأولى، الآن أفغانستان وهكذا، الصومال جنوبا. فدائما القصة واحدة والتجربة واحدة، بدأوا في غزو بلاد الهند ولكن المستشرقين رفعوا تقاريرهم أن هناك صحوة إسلامية في بلاد الحجاز في شبه الجزيرة العربية وفي مصر. كانت الصحوة في شبه الجزيرة العربية تتمثل في حركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي دعا إلى تجديد العقيدة ودعا إلى ترك ما يفعله الناس عند القبور والقباب، وهذا يضعف الأمة دينا ودنيا ويجعلها تتعلق بأسباب واهية. وحركة الإمام الشوكاني الذي جدد الفقه وأعاد إلى الدليل اعتباره ورد الأمة إلى تعلم فقه الدليل بدلا من التقليد، كانت هذه الصحوة في بلاد نجد على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وفي بلاد اليمن على يد الإمام الشوكاني، وفي بلاد مصر على يد البغدادي والجبرتي، وشملت نهضة لغوية في إعادة تجديد تراث اللغة العربية، ونهضة في علوم الدنيا. وهذه من الأمور العجيبة التي يقف عندها الإنسان مدهوشا، كيف أن الإمام الجبرتي الفقيه الحنفي الكبير الذي آل إليه رئاسة المذهب الحنفي في مصر والشرق الإسلامي كله، لما وجد أن المسلمين يشكون من قلة من يتقنون علوم الهندسة وعلوم الصناعة والسباكة والحدادة، وأنهم يعانون في حروبهم العسكرية لقلة من يستطيع أن يتعلم هذه العلوم، ترك الإمام الجبرتي الفقه للفقهاء وكانوا آنذاك كثرة، وقام ليسد فرضا من فروض الكفايات، وجد أن الأمة تحتاجه، فصار مدرسة واحدة في علوم الدنيا بأسرها، تعلمت منه الدنيا علوم الهندسة وعلوم الصناعة وفنون السباكة والحدادة وغيرها، وعلى يديه تعلم عدد كبير جدا من المستشرقين. الحاصل أن المستشرقين رصدوا تلك النهضة فأرسلوا تقاريرهم التي كان من نتاجها أن جاءت الحملة الإنجليزية لكي تطوق سواحل الخليج العربي، وجاءت الحملة الفرنسية على مصر لكي تسرق المكتبات وتهدم مدارس العلم التي أنشاها البغدادي والجبرتي، وفي ذات الوقت تحاول، وعلى حد التعبير الأدبي الرفيع للعلامة محمود شاكر يقول، وتحاول تدجين مشايخ الأزهر عن طريق إنشاء ما يسمى بالديوان، وأن نابليون قد عهد بحكم القاهرة إلى 9 من كبار مشايخ الأزهر، فرفض منهم 3 على رأسهم الشيخ عمر مكرم رحمه الله تعالى، ورفض أن يتولى باسم نابليون. هذه قصة لها شجون وأيضا تجربة تتكرر بين الحين والآخر. يتساءل الأستاذ محمود شاكر عن من الذي أوحى إلى نابليون بأسماء هؤلاء 9 الذين اختيروا بعناية، وكيف له في اليوم الأول الذي تطأ فيه قدمه القاهرة يعرف 9 الكبار من المشايخ، وكيف استطاع في نهاية الأمر أن يستميل 6 منهم ولم يستعصي عليه إلا 3، إلا أن الأمة في النهاية انقادت لهؤلاء 3 لا لأولئك 9، حتى فازدادت المقاومة حدة وعنفة حتى فر نابليون وقتل من بعده كليبر على يد سليمان الحلبي. وهذه نقطة أخرى تحتاج إلى أن يتوقف عندها وقفة أخرى، ومعرفة التاريخ يفيد في التبصر في أمر الواقع. الذي أضعف شوكة الحملة الفرنسية على مصر رجل ليس مصريا ولكنه في نهاية الأمر مسلما، وكان يعلم أن الحملة
الفرنسية على مصر تساوي حملة على الإسلام، ومن ثم تجشم هو عناء أن يزيح كليبر عن مصر، وذهبت الحملة الفرنسية، إلا أن المعركة مستمرة إلى الآن بنفس فصولها ونفس أهدافها ونفس وسائلها، وما زال الاستشراق يغذي الساسة والعسكريين في بلاد الغرب بكل ما يجد على ساحة الصحوة الإسلامية، وما زال يغذيهم بمن يقبلون التدجين ومن لا يقبلون التدجين، وما زال يتعلم كل ما يجد من علوم لكي يخدم بها أهدافهم. وإذا كنا الآن نقول بعد قرنين من الزمان عادت الحملات الصليبية مطحورة، فبعد مرور قرنين من الزمان على بداية الحرب الاستشراقية وما تبعها من احتلال وما تبعها من تبشير وإلى غير ذلك، فما زالت الحملة كما يقولون لم تحقق كبيرا من التقدم، ولكنها لم ترجع خاسرة تماما، وسترجع خاسرة تماما يوم يدرك المسلمون كل هذه الأبعاد ويسد كل الثغرات أمام هؤلاء الأعداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرورهم وأن يجعلنا من العاملين لنصرة دينه. أسأله تبارك وتعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. استكمالا لحفلنا الليلة، يحدثنا أخونا الفاضل أخونا طاهر الزعيري. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بداية أقول للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير وعلى خير. يعني باختصار، هي الكلمة لها عنوان أختصرها باختصار شديد، وهي رجال غيروا مجرى التاريخ، غيروا مجرى تاريخك أو غيروا مجرى تاريخ العالم. فأنا ممن غير مجرى تاريخي الدكتور علاء بكر، فهو شيخي وأستاذي ومن الرجال الذين تربيت على أيديهم، معلمي في الغزو الفكري وأساليب الغزو الفكري، معلمي في أصول الدعوة السلفية، معلمي في تقديم السلف وتقديم النقل على العقل، فجزاه الله خيرا من أوائل مشايخي، تعلمت على يديه منذ 20 سنة. الشيخ عبد الرحمن علاء الدين أول من قال كلمة شيخي وأستاذي منذ أكثر من 30 سنة. الشيخ ياسر برهامي يعني تعلمت على يديه منذ أكثر من 20 سنة، ولكن رأيته في بيتنا يستضيفه والدي عليه رحمة الله منذ أكثر من 30 سنة. فدول غيروا مجرى تاريخ، غيروا مجرى منذ نعومة أظافري وأنا عندي 10 سنين، وأنا أشوف هؤلاء مشايخ، ولي الفخر أن أراهم اليوم مشايخ كما هم، لم يتغيروا، وده فضل، ده فضل أن ربنا سبحانه وتعالى يديم عليك النعمة، نعمة التدين والالتزام والقرب من الله تبارك وتعالى. أنت تحزن كل الحزن أن ترى أن شيخك قد ابتعد ولو قليل، لكن طالما أنه في مكانه اعلم أنك سوف تظل في مكانك، أنك مهما بعدت سوف تأتي إلى أن تجلس بجوار شيخي. ولذلك قالوا بني لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ومنها إيه؟ وصحبة عالم وطول زماني. وهؤلاء علماء، والله علماء، الشيخ علاء بكر لا يقل عن العلماء، الشيخ عبد الرحمن علاء الدين لا يقل، وطبعا الشيخ ياسر برهامي، فضيلة الشيخ ياسر برهامي يعني تكلموا في حقه ولا حرج، والله هؤلاء مشايخ منذ نعومة أظافري. فدول ممن غيروا مجرى تاريخ، يعني يخليك دايما حاسس ان انت تمشي جنب الحيط، ان انت غلبان، ان انت فقير لله تبارك وتعالى، انك لا تتكبر،
ذلك واحد مر على واحد من العلماء فقال له انت متعرفش انا مين؟ قال اعلم. اعلم من انت؟ انت اولك نطفة ناذرة واخرك جيفة قاذرة، وانت بين ذا وذاك تحمل العذرة. هو ده انت. اما تاريخ العالم فغيره افضل الرجال على الاطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد غير الناس من الشرك للتوحيد، من عبودية غير الله إلى عبادة الله، كما قال ربعي بن عامر لمالك الفرس قال من ابتعثكم؟ قال له الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فكان أفضل الخلق وأفضل الرجال وأفضل النبيين محمد صلى الله عليه وسلم الذي غير مجرى التاريخ. ولد الهدى فالكائنات ضياء، كما قال سيدنا أنس لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. منهم سيدنا أبي بكر الصديق، أول من دون القرآن لما وجد القتل قد كثر في الصحابة في حديقة الموت، فاستشاره سيدنا عمر فأمر بتدوين القرآن، وكتب القرآن وجمع في مصحف وأوضع في بيت ستنا حفصة حتى بعث إليها عثمان فأخذه، وكتب المصحف بالرسم العثماني. فسيدنا أبو بكر سيدنا عمر 12 سنة فتح فيها بلاد الروم وبلاد الفرس. وسيدنا عثمان بن عفان أول من سن الرقابة الإدارية، الرقابة الإدارية معروفة، والرقابة على العمال والوزراء وعمال الدولة. سيدنا علي بن أبي طالب له الفضل في حفظ اللغة العربية، رجال غيروا مجرى التاريخ. أمر أبو الأسود الدؤلي بكتابة النحو، أمره أن يكتب قواعد تحفظ اللغة العربية، فلما كتب أبو الأسود الدؤلي القواعد التي تحفظ اللغة العربية قرأها سيدنا علي فقال نحو هذا أو ما أحسن هذا النحو الذي نحوت. ولا يا شيخ أحمد، شيخ أحمد طبعا من أساتذة اللغة العربية، فقال ما أحسن هذا الذي النحو الذي نحوت، فسمي إيه؟ سمي نحوا. بعد سيدنا معاوية بن أبي سفيان حكم المسلمين 20 سنة، أول من أسس أسطولا إسلاميا غزا به بلاد الروم، فبعد أن كانوا الروم يغزون المسلمين أصبح المسلمون هم الذين يغزون إيه؟ الروم. حكم بعد منه هشام بن عبد الملك 20 سنة، وحكم بعد منه عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان كان الورق البردي يخرج من مصر لبلاد الروم، يعني مصر بتصدر ورق البردي لبلاد الروم، وكانت يعني انت شايف طبعا الاوراق اللي بتكتب اليوم بتلاقي على جنبها وردة على جنبها زخرفة معينة، فكانت الزخرفة اللي في الجنب دي صليب، فلما شافها عبد الملك بن مروان فأمر بإيه؟ أمر بمحو الصليب وأن يكتب مكانه قل هو الله أحد. فلما قرأها ملك الروم قال ما هذا الفعل الذي فعلت؟ لتمتنعن أو لأمنعن عنكم دنانير الروم. وما كانت الكلام ده سنة 74 هجرية، وكانت ما زالت الدول الإسلامية تتعامل بالدينار والدرهم الرومي. فقال له امنع امنع، فمنع، فأنشأ عبد الملك بن مروان دار في الشام تصك الدينار الإسلامي، ودار في المدينة تصك الدرهم الإسلامي، وكتب كان الدينار مكتوب من ناحية صليب ومن ناحية الملك، فراح كتب على الدينار لا إله إلا الله من جنب، ومن الجنب الآخر قل هو الله أحد، والداير بتاع الدينار محمد رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكذلك على الدرهم الإسلامي. فالدينار أصلا من دينارست أصلا الروماني، والدرهم درهمست أصلا رومي، والفلوس أصلها
يونانية كانت تسمى بالفلوس النحاسية، وكله تصك بالصك الإسلامي. كانت الدواوين كل المحاسبين في الدواوين إما نصارى أو مجوس، وكانت اللغة في المحاسبات وجمع الأموال، لأن طبعا البلد الإسلامية اتسعت، فكانت تجمع وتحسب بإيه؟ تجمع وتحسب باللغة إما اليونانية القديمة لغة الروم أو باللغة الفارسية، وكانت اللغة العربية مندثرة. وأصبح المحاسبين يتحكموا في الأموال الإسلامية، وكل ما يجرؤ يعني أمير من أمراء المسلمين على التغيير يعني يخشى حتى إيه لا يعني لا يعني يحصل عجز في الحسابات، فكان يترك الأمر على ما هو عليه، إلى يعني إن الحاصل إن انحصرت بلاد الروم واتسعت الرقعة الإسلامية، وقل الدينار الإسلامي، قلت الحسابات الإسلامية، فأصبح الأمر لابد من وجود عرب لغة عرب. ذلك يقول الإمام الثعالبي إمام اللغة صاحب معجم الثعالبي، يقول من أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية، ومن أحب العربية على بها، فإنها مفتاح الفقه في الدين. ويقول الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، يقول إنه لن يلج في هذه الدعوة إلا من هو على علم باللغة العربية، ولا أقول علم النحو والصرف فقط، ولكن جميع علوم اللغة العربية، فلن تلج في هذا الدين إلا بالتعلم العربية، قال الإمام الثعالبي، فإنها مفتاح الفقه في الدين. فأمر عبد الملك بن مروان بتعيين محاسبين عرب مهما تطلب الأمر، وكان النصارى ومشهورين قد تحكموا في الحسابات الإسلامية، فعزلهم وأمر بإنشاء دواوين عربية محاسبين عرب، وانتشرت اللغة العربية في بلاد الشام اللي هي سوريا ولبنان والأردن، وفي بلاد الفرس اللي هي العراق وإيران، ومن بلاد الروم أيضا اللي هي بلاد مصر ومجاورها من السودان وليبيا، انتشرت اللغة العربية في هذه المناطق لأن الحكومة تتكلم عربي، يبقى إذن الشعب تابع للحكومة، يبقى الشعب هيتكلم إيه؟ هيتكلم عربي. فكان عبد الملك بن مروان ممن غيروا مجرى التاريخ. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية ممن غير مجرى التاريخ، ما تجد مسألة فقهية إلا وتجد له فيها باع. الإمام محمد بن عبد الوهاب له فضل كبير على السلفيين في هذا العصر وعودة التوحيد مرة أخرى إلى بلاد الإسلام. وهكذا ما زال رجال يغيرون مجرى التاريخ، كما قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وأنا والله يسعدني أن أرى مشايخي حتى الآن كما هم، وهذا ما تقر به عين الواحد أن يرى مشايخه كما هم. أرى الشيخ محمد إسماعيل منذ أن عرفته إلى الآن وهو كما هو، عالم فاضل جليل، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ أحمد فريد، هؤلاء الذين تربينا على أيديهم، الشيخ أحمد حطيبة، هؤلاء مشايخنا، هؤلاء لهم الفضل علينا. لذلك إن أعظم الفضل ما يكون على الروح ولا يكون على البدن، أعظم الفضل يكون على الروح ولا يكون على البدن، لأن سيدنا جبريل هو كبير الملائكة وهو عظيم الملائكة، وهو الذي وكل بغذاء الروح، وهو الذي وكل بنقل كلام رب العالمين إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وسيدنا ميكائيل هو أقل درجة من سيدنا جبريل، ومع ذلك هو موكل بغذاء البدن، وهو موكل بالقطر والنبات،
وأقل منه سيدنا إسرافيل وهو موكل بالنفخ في الصور. فانظر إلى أعظم الملائكة قدرا، إلى أعظم النبيين قدرا. أنت لا تعلو نفسك ولا تعلو روحك إلا باتباع سيد المرسلين، لا بالتمسك بالسنة، إلا بأن تكون مع الصالحين. أحب الصالحين ولست منهم، وعسى أن تجمعني بهم جماعة، وأبغض الطالحين وأزدريهم، ونحن سواء في البضاعة. أخيرا أقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير وعلى خير. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. كلمة أخيرة إن شاء الله، يعني نحاول أن نلملمها من أخينا الشيخ مصطفى دياب. لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ثم تذكرة يسيرة لنا وللعريس ولكل الحاضرين. فهذه التذكرة هي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن قلوب العباد تتغير وتتقلب وتحتاج إلى الثبات من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت هذه القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. سهل الحديث؟ طيب نقوله مرة تانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، يعني أي قلب من قلوب العباد لا يثبت على حال، ولكن ربما تعلوه غفلة. يعني أنت مثلا أحيانا بتبقى حافظ الآيات من القرآن، تيجي تسمع تلاقي نفسك إيه؟ ناسي. ولكن لو أنت ذكرت الله عز وجل وتوضيت وصليت ورجعت مراجعة يسيرة، تلاقي نفسك استطعت أن تسترجع هذه الآيات مرة أخرى. فالإنسان لما يطيع الله عز وجل تنجلي هذه الغفلة فيتذكر ما نسي. هكذا يكون قلب العبد: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. القمر منور، بص لقى سما صافية والقمر مضيء جدا، وبعدين تبص تلاقي سحابة غامقة أما جامعة دي من قدامه، إيه اللي يحصل للقمر؟ إيه اللي يحصل للقمر؟ الضوء بتاعه هيختفي. هل تستمر هذه السحابة ولا تنقشع؟ تنقشع، تتجلى. فلما تتجلى يرجع القمر مرة أخرى وإيه؟ ويضيء. فقلب العبد بيكون محب لله عز وجل، قريب من ربه تبارك وتعالى، عابد طائع خاشع خائف لله عز وجل، فيكون القلب ملؤه الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولكن في بعض الأحيان يرتكب الذنوب والمعاصي، فتعلو على هذا القلب سحابة مظلمة تجعل هذا القلب مظلم. ولكن العبد إذا تاب وأناب واستغفر ورجع إلى ربه عز وجل فتنقشع تلك السحابة، تزول هذه السحابة، فيرجع القلب كما كان مرة أخرى إيه؟ يرجع كما كان مضيء. هذا في حال قلب المؤمن. أما قلب المنافق والعياذ بالله ده كله ظلام، أما قلب المؤمن ده قلب أصله مضيء مثل القمر. ولكن لما يأتي الذنب ماذا يحدث؟ تعلوه سحابة سوداء. إذا تاب وأقلع تتجلى عنه تلك السحابة فيعود مشرقا مضيئا كما كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم. القمر في حال مضيء مشرق طائع عابد عمل ذنب، فتعلوه سحابة من الظلام فيظلم. إذ تجلت عنه، انظر إذ سرعة، بمجرد ما تعلوه هذه الغيامة أو هذا الظلام بسرعة يفوق العبد ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى، فيرجع إلى ربه بسرعة ويستغفر ويتوب ويعود إلى الله فتنقشع تلك الغمامة. إذ تجلت عنه فأضاء، يرجع مضيء كما كان. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قلوب العباد أو قلب العبد المؤمن
كريشة بالفلاء، كريشة بفلاء تقلبها الريح، تقلبها الريح. تخيل أن قلبك عمل زي ريشة في صحراء، لما تقوم عليها الرياح والهواء اللي يحصل فيها تتقلب تتقلب هكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من طلب التثبيت من الله تبارك وتعالى، كان يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. ونحن كذلك نسأل ربنا عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. ونكتفي بهذا القدر، ونكرر التهنئة للعروسين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أو على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.